بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم
جمعكم وما كنتم تستكبرون. وما كانوا بآخرين